السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى فتحي من قناة ياسمين لتعاليم الكروشيه. الشال التحفة اللي انتوا شايفينه ده اخد شلة ونص من خيط قطن. الشال جميل قوي وتفاصيله حلوة وشيك جدا، بس انا زودت تقريبا نص شلة علشان اعمل الشراشيب، يعني هو لوحده كله بالشراشيب اخد شلة ونص. الشال تحفة قوي، وغرزة مربعات العنكبوتة شكلها في منتهى الشياكة. طبعا اشتغلناه على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، ان شاء الله يعجبكم. وبحبكم في الله، بحبكم، واستنوني دايما ارجع لكم بكل جديد وكل اللي انتوا تحبوه. وكل سنة وانتوا طيبين وبخير وسعادة يا رب.